سلام اخويا. السلام عليكم خويا. لاباس جنوبية احنا حكاية الليل. مرحبا يا خويا يرحم والدين والديك، عندي ولدي موقفين وتوا عنده عام وثلاثة شهور في المرنقية. علاش موقفين؟ على تصويرة خويا، على تصويرة بالسلاح خويا، الله يرحمة والديك. السلاح كبير فهمت. خويا أمه ليبية، أمه ليبية، أمه ليبية وأنا أبوه مصورينه في ليبيا، مصور عمره 15 سنة في ليبيا. ليش مصور؟ مصور بسلاح صغير عمره 15 سنة مصور بسلاح. أيامات الثورة في ليبيا. أيامات الثورة في ليبيا، مصور بالسلاح، الله يرحمة والديك، قابلت الرئيس مرتين. ورئيس قابلت السي قيس سعيد وهناني مرتين، ونسخه من الوثائق عنده عند الجارد كور نتاعو وهناني. ولدي 17 سنه هو مطيش. ايش عنده تو في الحظ؟ عام وثلاثة شهور هو مطيش في المرنقيه، الله يرحمه والديك معز. هي تصويره ولدي، الله يرحمه والديك اخويا معز اخويا. والمحامين خالبيني في 6 ملايين فلوس. المحامين 6 ملايين فلوس، 3 ملايين و3 ملايين و100، وعندي الوثائق وعندي ما يثبت. باه اسمع ولدك اللي فهمته انا عمل تصويره بسلاح في ليبيا. في ليبيا فكر كورونا الاول شاف الحاكم وقفوه، جابوه من متنين لهنا، عنده عام وثلاثة شهور. من متنين جابوه لهنا جابوه للعوينه، 15 يوم في العوينه وبعد عدوا المرنقيه. على التصويره هذيك في التليفون، في ولدي في نار بوكس كينج في مدنين. هذه هي، تفرج ولدي، تفرج تصور نتاعو ولدي، هاو تفرج، هاو تصور نتاعو في نار بوكس كينج. ولدي توا نبدا نزور فيه، يبدا يبكي في البلوار. كل جمعه نمشي لولدي، كل جمعه سي معز نمشي لولدي، كل جمعه بعنا اللي ورانا اللي قدامنا. وقبل سيد الرئيس مارتينو هناني الله رحمة والديك سيد الرئيس، فضلي مشكلة ولدي ان شاء الله الله رحمة والديكم. احنا توا واعطيت فلوس للمحامين يا ولدي 6 ملايين عم التواصل، هذه اعطيتها 3 ملايين و100، وقالت لي كمل لي مليون. ربحتها هاي، ربحتني لهنا هاوكا اخرى هاوكا 2 ملايين و100 و100. هذه المحامين الهيئه ربحوها، زارت ولدي مرتين، هذه بركه الحبس ماخذت 3 ملايين و100. زارته بركه فقط، زيارتي ما وقفت لا محكمه لا شيء، موقوف ولدي ما خرجوش. زارته مرتين ماخذت 3 ملايين و100، وهذوما في ريانه في قاعة المغطات. وانت ايش تعمل في ريانه؟ هذوما جيت للمحامين انا. انا جيت للمحامين عندي ورق ولدي نتاع الفينال عندهم، قالوا لي تلقاهم تحت الباب. انا جيت للمحامين، هم المحامين السوس، هاي قاعة المغطات في ريانه، هاي هذوما قلبيني في 3 ملايين. أبار 3 ملايين و100، قلبيني في 3 ملايين هذوما، وسكروا علي التليفون وبعثوا لي زوز بوليسية وقفوني هذوما نص نهار، وسيبني رئيس المركز في ناس بارتو، قال لي برجر على ولدك. يا سيد الرئيس الله رحمة والدين والديك، وقلت لي ولدي الله رحمة والديك، تفرج في نار بوكس كينج ولدي، في نار بوكس. شو اسمه؟ باسم. احنا باسم ربي يخلص وحلو ان شاء الله رحمة والديكم. وصغير 17 سنة ولدي، تفرج هاو تفرج يا بابا. خويا بشير لهدي نعرفكم نلبزوا عندك الحق. ولدي صغير اخويا، عائلة تشردنا اخويا، ربي يخلص عائلة تشردنا، ربي يخلص. جابوري من مدنين لهنا، والدار مطيشة في مدنين، وانا هنا كاري يعلم علي ربي، وكل جمعة وانا عندي ريستوران هزلوا يعلم علي ربي، كيفاش الثاني 5 قفاف الراجل كيفاش نخلصوا فيهم، كل جمعة نزلوا في مورال ولدي. يا ولدي نزلوا في مورال، صغير يبكي يقول لي يا بابا شنو نعمل هنا، شنو الحل، شنو فما حل يا اخويا. يا سيد الرئيس، الله رحمة والدين والديك، سيب لي ولدي، رانا عائلة تشردنا يا اخويا. اخويا سي بشير، سيدنا ربي واحنا عباده يا اخويا. صوت كوصل الله رحمة والديكم اخويا، الله رحمة والديكم اخويا. الحبس تمشي الحبس تزول، فما برشا كل جمعة برشا مظالم يا اخويا، كل واحد شنو قصته.